السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. النهارده معايا ليكم موبايل اتوقع حواليه حماس كتير، اتوقع ناس كتير جدا مستنيه الموبايل ده. الموبايل ده هو اكيد شاومي ريدمي K30. السبب في الحماس ده اكيد هو تاريخ الموبايل ده او الموبايلات اللي جت قبليه، وده المفروض ان هو الخليفه اليوم. طبعا انتوا عارفين او فاكرين اكيد البوكو F1، الموبايل اللي جه فعليا غير حاجات كتير في سوق الموبايلات. الموبايل كان سعره تقريبا $300 وكان بيديك مواصفات فلاج شيب، كان فعلا يعتبر قيمه خطيره جدا. طبعا كلنا بعد كده استنينا البوكو F2 ولكن ما جاش لحد دلوقتي، وشركه شاومي عملت شركه صغيره تحتيها اسمها ريدمي، وريدمي طبعا عملت لنا K20 والK20 برو اللي كانت موبايلات فعلا تعتبر ممتازه برضو قصاد السعر. ودلوقتي جه الدور بقى على خليفه الK20 والK20 برو وهو الK30 طبعا، ولكن في حاجات غريبة انتقلت في الموبايل ده وفي حاجات غريبة ما انتقلتش في الموبايل ده من الجيل اللي فات. خلينا نتكلم اكتر في الموضوع. اولا عشان تبقى كل حاجة واضحة وما يحصلش اي لخبطة في الموضوع، الموبايل معايا ده اسمه ريدمي K30، في نسخة تانية منه اسمها ريدمي K30 5G، طبعا فيها ال 5G وفيها مواصفات داخلية مختلفة. ولحد دلوقتي مفيش اي كلام رسمي من شاومي ان في حاجة اسمها K30 برو اساسا. المهم انا بقالي تقريبا يوم واحد بس بستخدم الجهاز، فاكيد ده مش ريفيو، هعتبر دي زي انطباعات اوليه كده لاول يوم مع الK30. وخلينا نبدا الاول مع التصميم عشان في حاجات هنا مثيره للاهتمام. اولا الموبايل ده بيجي في 3 الوان، ازرق بنفسجي واحمر، والغريب ان اللون معايا ده هو الاحمر، يعني تحس ان هو البنفسجي، اللون فعليا شكله بنفسجي جدا وبيتدرج من الغامق للفاتح. عامه اللون شكله لطيف بس هو اكيد مش احمر. K30 موبايل حجمه مش صغير ولكن مسكته في الايد مريحه بفضل ان احنا قاعد بتاعه الازاز واللي جاي على الفريم من المعدن هنا اللي جايب لون مطفي شويه، شكله لطيف عامه. لكن اكيد الحاجه المميزه في الشكل هنا او شكل الظهر هي الكاميرات او الدايره اللي حوالين الكاميرات. انا لما شفت الدايره دي في الصور كنت متخيل انها تكون بارزه عن الظهر شويه، تكون يعني مرتفعه كده عامله شكل قبه، ولكن هي مسطحه تماما، كل الحركه دي موجوده تحت الازاز، يعني بفضل انعكاسات كده وحاجات معموله في طبقه تحت الازاز، لكن هي مسطحه جدا، مفيش اي بروز هنا. البروز موجود للكاميرات نفسها هنا اللي عاليه حاجه بسيطه جدا عن الظهر. شكل الكاميرات مع الدايره دي تحس ان هو شويه كده الفتحه بتاعت حصاله، ولكن بشكل عام شكل الظهر لطيف مش سيء ابدا. واما بالنسبه لوش الموبايل فزي ما قلت لكم الموبايل ده يعتبر حجمه كبير، وده اكيد بسبب ان الشاشه هنا كبيره، شايف حدود 6.7 انش. الشاشه هنا فلات تماما، مفيش اي ايدج من الجناب، ما عندكش بيزل علويه وعندك بيزل سفليه صغيره. طبعا هنا ما عندكش بيزل علويه بفضل وجود الفتحة اللي في الشاشة للكاميرتين الأماميتين اللي شفنا زيها قبل كده جدا مع جالاكسي S11 بلس، ولكن طبعا الفرق هنا يعني الموبايل ده بيفكرني بالS11 بلس في الوش، ولكن طبعا هنا مفيش ايدج من ناحيتين، ده الفرق الأساسي. ده يعتبر أكيد اختلاف أساسي عن الK20 اللي زي ما أنتوا أكيد فاكرين كان بيجي مع كاميرا سلايدر، إن عندك فتحة في الشاشة للكاميرتين الأماميتين اللي هنتكلم عليهم بعد شوية. بصراحة ما عنديش مشكلة في الشكل ده، شكل الشاشة كويس، لكن في حاجة هنا مثيرة للاهتمام. بس قبل ما اقول لكم على الحاجة دي لازم تعرفوا فرق أساسي تاني عن الريدمي K20، هو إن الشاشة هنا من نوع LCD مش من نوع AMOLED، دي حاجة غريبة شوية. في العادة طبعا لما بنشوف أي شركة بتنزل موبايل مع شاشة AMOLED بتستمر مع الAMOLED، ده نوع يعتبر أحسن من LCD في حاجات كتير، ولكن ريدمي رجعت تاني للLCD ودي حاجة أنا مستغربها بصراحة. الشاشة نفسها من النظرة الأولى ومن التجربة الأولية كده مش سيئة، الألوان كويسة، الإضاءة عالية، والشاشة شكلها لطيف. بس بصراحة في سبب منطقي للموضوع ده، وهو إن أكيد ريدمي كانت عايزة تركب الهايب بتاع شاشات الريفرش ريت العالي 90 هرتز و120 هرتز، عشان الشاشة هنا في الموبايل ده 120 هرتز. دي حاجة لطيفة جدا على موبايل من الفئة دي. أنا طول السنة تقريبا عمال أقول لكم إن شاشات الريفريش ريت العالي هتكون حاجة مهمة وهتكون حاجة كبيرة، وأنا بستمتع فعليا بأي موبايل مع ريفريش ريت عالي. أنا فعليا ما جربتش غير أقصى حاجة كانت 90 هرتز مع الون بلس ومع البيكسل، وأول مرة أجرب شاشة 120 هرتز. طبعا أنا حاسس بفرق كبير عن ال 60 هرتز، لكن بصراحة مش حاسس بفرق عن ال 90 هرتز بنفس النقلة اللي حسيتها بين ال 60 وال 90، فاهمين؟ بس طبعا ده معناه ان كل حاجه هنا سلسه وسريعه جدا وبتحصل قدامك بسرعه رهيبه، السكرولينج والتقليب ما بين الشاشات وكل الحاجات دي. يعني لو انت ما جربتش ال 90 هرتز ونقلت مباشره من 60 ل 120 هتحس فعليا بفرق مهول. في جيمز كتير دلوقتي موجوده على البلاي ستور بتدعم ال 120 هرتز، ودي حاجه لطيفه جدا ممكن تستغلها بالموبايل ده، ولكن خلي بالك برضو ان الشاشه مش هي الوحيده العامل الاساسي في النقطه دي، لكن كمان المواصفات الداخليه اللي انا هتكلم عليها دلوقتي. بس خليني اقول لكم برضو بقيه الحاجات عن الشاشه عشان لسه في حاجات غريبه شويه. احنا زي ما قلنا عندك هنا كاميرتين اماميتين في فتحة في الشاشة، ولما تسمع حاجة زي دي اكيد بتتخيل انها فتحة واحدة كبيرة للكاميرتين زي ما في الاس 11 بلس، صح؟ لا، لو دخلت على السيتنجز هتلاقي عندك اوبشنز لحاجة اسمها هايد نوتش، معرفش ليه شاومي مسميها نوتش، ولكن عندك الاوبشن انك زي تعمل بلاك بار كده فوق موجود عشان تخبي الفتحة في الشاشة.
ولكن لما بتيجي بتحول على الاوبشن ده بتلاقي في لحظه كده بيتحول المساحه الداخليه اللي بين الكاميرتين هنا لمساحه بيضاء للون الشاشه شخصيا. هي بتحصل بسرعه ولكن لو ركزت شويه هتلاقي ان فعليا عندك فتحتين في الشاشه للكاميرتين الاماميتين، والمساحه اللي بينهم دي عباره عن شاشه مش فتحه كبيره زي ما احنا كنا متخيلين. طبعا ده جليتش يعني المفروض ما يبانش كده قدامنا، ولكن ما اعرفش ليه بصراحه شاومي قررت انها ما تحطش الاوبشن انك تخليهم فتحتين. يعني ممكن يكون في ناس بتفضل حاجه زي دي، ممكن كمان يكون ليهم حركات كده مع الوول بيبرز تبقى لطيفه، ولكن ما عندكش الاوبشن لازم تخليها يا اما شرطه في الشاشه يا اما تخفيها تماما عن طريق مساحه سوداء فوق. بس طبعا لو انت زيي وبتحب تشغل الدارك مود الموضوع ده مش هيفرق معاك اساسا لانها فعليا مش هتبان من المساحه اللي فوق في الشاشه. المهم في اختلاف اساسي كمان عن الكي 20، وده بسبب برضو النوعيه بتاعت الشاشه اللي هي LCD، ان دلوقتي البصمه ما بقتش تحت الشاشه زي الجيل اللي فات، البصمه هنا بقت موجوده في زرار الباور. دي حاجه على نفسي بصراحه مش مضايقاني لحد دلوقتي، لان البصمه اللي في زرار الباور بتشتغل كويس جدا ومكانها مناسب مع ماسكه الموبايل في الايد. يمكن تفتقد انك تقدر تعمل انلوك للجهاز وهو محطوط مثلا على المكتب عشان بصمه الشاشه اكيد اسهل في الموضوع ده، ولكن برضو انت عندك هنا الكاميرات الاماميه ما بقتش موجوده في سلايدر، فتقدر تستخدم فيس انلوك لو عايز، وهنا بيستخدم بس صوره مش سكيور للدرجه، ولكن بيشتغل بسرعه ويعتبر طريقه مسانده لطيفه مع البصمه الموجوده في زرار الباور. الكي 30 بيجي مع سماعه واحده بس من الاسفل، ما فيش للاسف هنا صوت ستيريو، وللاسف كمان السماعه موجوده ناحيه الشمال. لو انت بتحب تلعب جيمز وانت ماسك الموبايل بهذه الطريقه كاميرا ناحيه ايدك الشمال هتقدر تكتب السماعه بسهوله، لكن عندك هنا مدخل 3.5 مللي، دي حاجه نادره جدا ليامد يا جماعه. بس طبعا دي حاجه كانت موجوده برضو في الجيل اللي فات. بس عارف ايه كمان اللي ما اتغيرش كتير عن الجيل اللي فات؟ المواصفات الداخليه. ريدمي كي 30 بيجي على بروسيسور من نوع سناب دراجون 730 جي، يعتبر احسن بفرق بسيط جدا عن السناب دراجون 730 الموجود في ريدمي كي 20، بس مش النقله الكبيره ابدا. والاثنين 8 نانومتر. عندك هنا كمان الرام بيوصل لحد 8 جيجا بايت زي الجيل اللي فات، وذاكره داخليه بتوصل لحد 256 جيجا برضه زي الجيل اللي فات. يمكن البروسيسور الاكثر حماسا اكيد هو اللي بيجي في نسخه ال 5G من الموبايل ده، وهو سناب دراجون 765 الجديد تماما. ده 7 نانومتر، اداؤه احسن بكتير من النسخه دي، وطبعا جواه المودم بتاع ال 5G. الموبايل ده هينزل ان شاء الله في شهر يناير، ممكن نبقى نجربه ساعتها ونشوف الفرق ما بين النسختين. بس حاليا من التجربه الاوليه اداء الموبايل كويس زي ما قلت لكم، سلس وسريع طبعا بفضل ال 120 هرتز، بتديك ايحاء ان الموبايل اسرع، ولكن مش اسرع حاجه مثلا جربتها، مش فلاج شيب ليفل. ما تتوقعش ان كل الجيمز تديك اعلى جرافيكس زي ما بتاخد من عائله ال 800 اللي بتشوفها مع الفلاج شيبس. وعلى فكره الكي 30 كمان بيجي مع مكان لاس دي كارد، ودي حاجه ما كانتش موجوده في الكي 20، دي حاجه برضو غريبه شويه. اللي اتحسن هنا كارقام مقارنه بالجيل اللي فات هي اكيد البطاريه. البطاريه دلوقتي بقى حجمها 4500 ملي امبير مقارنه ب 4000 بس في الجيل اللي فات، يعتبر فرق كويس جدا، وحجم البطاريه عامه مناسب جدا مع حجم شاشه الموبايل. ولكن برضو ما تنساش ان الشاشه هنا 120 هرتز، فدي برضو بتستهلك بطاريه اكتر. انا لسه طبعا ما اختبرتش عمر البطاريه فتره كافيه اقدر احكم عليها، ودي هنتكلم عليها ان شاء الله في الريفيو الكامل. لكن اللي اقدر احكم عليه دلوقتي هي سرعه الشحن. دلوقتي الموبايل بيجي مع شاحن سريع جدا 27 واط، اسرع من ال 18 واط اللي كان موجود في الجيل اللي فات، وفعليا بيشحن البطاريه فول تقريبا في اكتر من ساعه بشويه، فدي حاجه كويسه جدا طبعا مع حجم البطاريه الموجوده اللي هنا. ودلوقتي جه الوقت ان احنا نتكلم عن الحصاله، قصدي الكاميرات الاساسيه في ظهر الموبايل. وعندك هنا اربع كاميرات مع اختيارات بصراحه غريبة يعني مقارنة بالجيل اللي فات. في الكي 20 كان عندك ثلاث كاميرات، كاميرا أساسية، كاميرا زوم، كاميرا الترا وايد، الستاندرد الطبيعي على معظم الموبايلات الموجودة دلوقتي. لكن مع الكي 30 عندك كومبو مختلف، عندك كاميرا أساسية 64 ميجا بكسل مع فتحات عدسة f1.9، عندك كاميرا الترا وايد زاوية عريضة جدا 8 ميجا بكسل مع فتحات عدسة 2.2، والعدسات اللي بعد كده غير اللي أنت متعود عليه، ما عندكش هنا كاميرا زوم أساسا، عندك كاميرا مخصصة للماكرو 2 ميجا بكسل مع فتحات عدسة f2.4، عندك كاميرا عمق هنا 2 ميجا بكسل برضه مع فتحه عدسه f2.4. انا دايما بقول ان بفضل كاميرا الوايد انجل على كاميرا التليفوتو، واكيد مبسوط انها موجوده هنا، لكن مع وجود كاميرتين تانيين كنت يعني اظن كان ممكن كاستغلال احسن بدل كاميرا الماكرو ان يكون عندنا 2 اكس، يكون عندنا كل الاوبشنز موجوده، لان كاميرا الماكرو هنا لطيفه وبتطلع تفاصيل حلوه كده لما تقرب من الحاجه اللي انت عايز تصورها، ولكن يعني مش هي اللي هتستخدمها اكتر اظن من كاميرا التليفوتو. بس طبعا النجم الاساسي هنا هي كاميرا ال 64 ميجا بكسل. جربتها النهارده كده في شويه صور، وبصراحه نتائج كده من التجربه الاوليه
كويسه جدا. الديفولت بتاع الكاميرا دي هنا انها تجمع لك 4 بكسلات عشان تطلع لك صور حجمها اصغر كفايلات، لكن برضو بتديك اضاءه احسن عشان حجم البكسلز نفسها بيكون اكبر. الصور اللي بتطلع من الكاميرا دي شكلها كويس جدا، عندك تفاصيل كتير، عندك شاربنس، الالوان كويسه جدا في اتش دي ار، عندك تفاصيل واضحه في الظل وفي الشمس، صور فعلا شكلها ممتاز. ده طبعا من التجربه الاوليه ومحتاجين فتره اكتر عشان نختبرها. وعندك الاوبشن على فكره كمان الابلكيشن بتاعت الكاميرا انك تحول على 64 ميجا بكسل عشان تصور بس بالسنسور كده على بعضيه. الصور بتطلع في الحاله دي حجمها اكبر 4 أضعاف من الصور اللي بتطلع من الديفولت بتاع الكاميرا، وهتلاقي فيها تفاصيل اكتر لو دققت وعملت زوم جدا، ولكن هتلاقي الديناميك رينج اقل شويه او الاضاءه هتلاقيها اقل شويه في الصور اللي متاخده مع سنسور ال 64. محتاجين نجرب الموضوع ده اكتر ومحتاجين نختبره اكتر الفتره اللي جايه، ولكن من النظره الاولى كده التجربه الاوليه الكاميرا هنا فعلا كويسه جدا. كاميرا الوايد انجل كمان تبدو لطيفه، بتديك فيو اعرض بكتير، ولكن طبعا التفاصيل هنا لا تتوقع انها تكون بنفس جوده الكاميرا الاساسيه. كاميرا السيلفي هنا هي تقريبا نفس اللي كانت موجوده في الكي 20، 20 ميجا بكسل مع فتحه عدسه f2.2، لكن طبعا عندك هنا معاها كاميرا اضافيه 2 ميجا بكسل، كاميرا مخصصه للعمق طبعا وتحسين البورتريه. السيلفيز من النظره الاولى شكلها كويس مع تفاصيل كتير وفيها شاربنس عاليه، ولكن الديناميك رينج بصراحه مش قد كده. المفروض طبعا مع وجود كاميرا خاصه بقى للعمق هنا نتوقع بورتريه يكون خطير. مش شايفه بصراحه مميز قوي، يعني تعرف الحدود شكله كويس، ولكن برضه مازال فيه شويه غلطات، وطبعا كالعاده الهايلايتس هنا بتضرب بشكل كبير. في حاجه ثانيه كمان لاحظتها تعتبر ايجابيه في الموبايل ده، وهي ان الفايبريشن موتور هنا بصراحه كويس، يعني احسن بكتير من كتير من الموبايلات الموجوده في الفئه دي اللي بتديك فايبريشن كده بيعمل زنه كده وصوت مش لطيف، لكن هنا الفايبريشن موتور يعتبر كويس ويقارن بكتير من الفلاجشيبس الموجوده على الساحه. طبعا لسه في تفاصيل كتير وفي تجارب اكتر محتاجين نتكلم عليها ومحتاجين نختبرها في الموبايل ده قبل ما نوصل لمرحله الريفيو الكامل، واكيد هستنى اسئلتكم وكل تعليقاتكم في هذا الموضوع عشان ان شاء الله نجهز الريفيو الكامل قريبا. وبس دي كانت التجربه الاوليه للريدمي كي 30. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك خفيف، تنسوش تشتركوا في القناه وتشغلوا جرس التنبيهات عشان توصل لكم كل فيديوهاتي الجديده اول باول. ليت كمان تابعوني على انستغرام فيسبوك تويتر، ركلوا تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، سلام.